أهلا ومرحبا بكم طلاب الصف الثاني عشر لمادة تاريخ الأردن. ها نحن طلابي نلتقي معكم للحديث عن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وفي هذا الفيديو وفي هذا الأسبوع أيضا سنلتقي للحديث عن المرحلة والتحديات التي واجهت الأردن من ناحية سياسية وعسكرية ناتجة عن الصراع في المنطقة، وهو الصراع العربي الإسرائيلي، حيث خاضت القوات الأردنية العديد من المعارك، ولعل من أهمها حرب حزيران مع حرب الكرامة وحرب تشرين عام 1973. أيضا طلابي يعني يكون لنا حديث عن تطور الجيش العربي الأردني، وهنا نتحدث عن إنشاء جامعة مؤتة الجناح العسكري والذي يضم العديد من القوات والكليات العسكرية، إنشاء مديرية الحرب الإلكترونية، صدور قانون خدمة العلم الذي ينص على إلحاق الذكور ممن بلغوا سن 18 في التدريب العسكري مدة عامين، أيضا العمل على تطوير سواحل خفر السواحل الملكي وتغيير المسمى إلى القوة البحرية الملكية، وتطوير سلاح الجو الملكي ورفضه بأحدث الدبابات والطائرات المقاتلة وطائرات النقل وغيرها. أيضا طلابي في المرحلة الخامسة من مراحل تطوير الجيش القوات المسلحة الأردنية العمل على تأسيس مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير عام 99 لتصنيع المعدات المدنية والعسكرية، والعمل على استمرار سلاح الجو في العمل بنظام القواعد العسكرية، وتحديث السلاح بإدخال طائرات نقل وقتال حديثة، وإنشاء مركز أزمات للتعامل مع الأزمات المحلية والإقليمية والدولية، واستخدام نظام النقل الإداري للقوات المسلحة الأردنية لتأمين نقل أفراد القوات المسلحة بواسطة أسطول حديث ومتطور من الباصات وغيرها، وأيضا العمل على إدخال الحواسيب إلى وحدات القوات المسلحة جميعها لمواكبة التطور الإلكتروني. هذا طلابي مجمل حديثنا بموضوع المرحلة الثانية والخامسة والثالثة من الجيش العربي والقوات المسلحة. سيكون لنا حديث بإذن الله في الأسبوع القادم عن أو الموضوع القادم عن الدور التنموي للقوات المسلحة من حيث مجال الزراعة، مجال الصناعة، مجال التربية والتعليم، مجال القوة البشرية. هذا سيكون لنا لقاء في الحصة القادمة بإذن الله. دمتم برعاية الله، شكرا لحسن استماعكم طلابي الأعزاء.